الأزمة الحالية للكهرباء وخصخصتها تكاد تكون في مقدمتها لائحة طويلة من مطالب المواطنين الذين تظاهروا في عدة مدن عراقية، والتي زادت وتيرتها مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، خاصة في شهر رمضان المبارك، حيث زادت فيه ساعات انقطاع التيار الكهربائي في بعض المحافظات على 20 ساعة. خرجنا هذه التظاهرة الحاشدة في محافظة بابل، ولأقل ما عندنا هو المطلب الحقيقي هو الكهرباء، وايضا مؤذين ايضا بطلب اخر الماء وكل الخدمات. اسمع يا حسن العبادي، كهرباء سكن بسنين 5 بواحد ما نريد، احنا ما لنا علاقة، كهرباء تعطينا اياها 24 ساعة وغصبا ما عليك وغصبا ما على وزرائك. الحكومات بعد العام 2003 أهدرت نحو 50 مليار دولار على قطاع الكهرباء، ثم زادت تلك الأزمة بإقرار قانون الخصخصة الذي أثقل كاهل المواطن دون أي جدوى. وفروا لنا كهرباء، 4 أو 5 محطات في بابل، ماكو ما تقدر توفر كهرباء لأحياء بسيطة في بابل، ظلم هذا، نريد حقنا الوحيد اللي هو الكهرباء والخدمات اللي هي تتلى بعدها. كل شيء ماكو بالعراق زين، لا صحة لا تعليم لا زراعة لا صناعة، كل شيء ماكو، رجعت علينا على الخصخصة، ما نريد الخصخصة، الخصخصة هاي لكم، استغلوها الناس المستثمرين للكتل والأحزاب التي دمرت البلد. الخسائر الاقتصادية بسبب تدهور قطاع الكهرباء بلغت 300 مليار دولار خلال السنوات الثمان الماضية بحسب تقرير دولي لمجموعة من المختصين بشؤون الطاقة. شوفوا يا عراقيين، دول النواب الفاشلين اللي بالليل يطلعون يتباتون على الشعب العراقي، هم نفسيتهم يقعدون بالبرلمان ويصوتون على قرارات هي كلها ضد الشعب العراقي. هذه هي الحال في العراق الجديد في ظل حكومات أخفقت ولا تزال في إصدار قرارات تعالج واقع المواطن، فما من أزمة إلا وتليها أزمة. إن لم تنفذ المطالب طبعا سوف يتم التصعيد يوم وآخر، غدا اعتصام وبعدها يتم سد الشوارع مركز مدينة الحلة الداخل والخارج، وسوف نقوم باقتحام المحطات الكهرباء. العراقيون لم يفيقوا بعد من مشكلة تردي الكهرباء حتى دهمتهم أزمة شح المياه والقلق من انخفاض مناسيب نهر دجلة في مسلسل من الأزمات التي لم تجد حلولا لا آنية ولا مستقبلية.